من هنا من اللحظة دي لغاية يوم 27 لا حديث ولا كلام ولا شيء بيشغل قلوب وعقول جماهير النادي الأهلي سوى النجمة التاسعة. قلت لحضراتكم انه يمكن تكون اكتر كلمة جمهور النادي الأهلي بيرددها واكتر كلمة بيسمعها نجوم النادي الأهلي في الفترة الحالية هي التاسعة يا كابتن. ان شاء الله باذن الله عندنا فتره، يعني في ناس كثيره جدا اتضايقت انه المباراه النهائيه اتاجلت من يوم 6 ليوم 27، ولكن ان شاء الله باذن الله يكون خير، فرصه فيها كثير من الايجابيات. فرحنا بالدوري وباركنا على الدوري، وان شاء الله باذن الله نختم سيزن طويل جدا بالتوفيق والنجاح في بطوله افريقيا. اسمحوا لي ارحب بكابتن احمد فوزي اللي كان ضيفي في فتره مش بعيده في السادسه، وكلمنا عن مشوار الاهلي في فتره يمكن الجمهور ما كانش راضي قوي على مستوى اداء اللاعبين. اعتقد ان الصوره اختلفت بنسبه 180 درجه. خلينا نسمع رايه، بس قبل ما نخش في التفاصيل نبارك له على الفوز ببطوله الدوري. مبروك يا كابتن احمد. الله يبارك فيك ومبروك لجمهور النادي الاهلي. الاصل واللي يستحق البطوله. يعني حاجه قبل ما اخش في اي كلام، من سنه 90 اول ما الاحتراف دخل مصر كل حاجه في مصر اتغيرت الا جمهور النادي الاهلي هو اللي ساب. فعلا جمهور النادي الاهلي هو الدافع، هو المحرك الاساسي للاعيبه النادي الاهلي، وعن طريقه بياخد روحهم وقلبهم. عشان كده تحيه للجمهور الاول، وبعد كده مجلس الاداره اللي ساعد بشكل كبير في تكوين الفرقه دي، ووقف مع النادي الاهلي في تغيير المدرب مستر فالير وجاب مستر موسيماني. تحيه للاداره متمثله في كابتن سيد وكل معاونيه، وتحيه في الاخر للاعبين اللي بذلوا اقصى ما في وسعهم. تحيه لمؤمن زكريا، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه ان شاء الله. طبعا هتكلم معاك على لقطه مؤمن، وهتكلم معاك على لقطه احمد فتحي. بس انا الماتش اتطلع فيه كذا وقفه الحقيقه، ماشي. يعني في 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 ختام الدوري هنتكلم كتير. الدوري ده انا من وجهه نظري بسميه دوري محمد الشناوي. وقلت كده قبل كده كذا مره. محمد الشناوي كان ليه تدخلات في المباريات قلبت نتيجه المباريات كتير جدا جدا، اكتر من 9 مباريات تصديات لمحمد الشناوي تقلب نتيجة المباراة من خسارة 1-0 لمكسب 1-0، ومن تعادل 1-1 لمكسب 2-0 و3-0. فأعتقد الدوري ده من وجهة نظري محمد الشناوي يعني يسجل باسمه. إن شاء الله بطولة أفريقيا اللي جاية هتتسجل باسمه. هو الحقيقة ليه بصمة كبيرة جدا السيزون ده، وفي ناس كتير على فكرة في أصوات يعني سمت الشناوي مش يعني مش بس افضل حارس مرمى، في ناس اختارته انه هو افضل لاعب في الموسم الحالي من دوري مصر. وان شاء الله يعني يكون سبب رئيسي في مكسبنا. انت حارس مرمى متميز جدا ومتمكن جدا، وبالتاكيد ليك نظره في يعني خليني اقول ايه، بسم الله ما شاء الله. طبعا يعني ربنا يحميه ويحفظه، بس في تطور وفي ثبات كبير جدا في مستوى الشناوي. يعني الشناوي راح كاس العالم روسيا كان ما شاء الله ولا اروع، ورجع يعني كتير يقول لك والله حافظ على مستواه. لا، شناوي عنده قدره على انه يطور من مستواه، وبنشوف كل يوم شناوي في حته احسن من اللي قبلها. ده يانكون ميشيل ولا ده عقليه الشناوي، ولا بتشوفها ازاي كحارس مرمى؟ اولا يانكون ميشيل ليه دور ايجابي جدا جدا جدا. مش عايز اغفل حق كابتن طارق سليمان، مش عايز اغفل حق كابتن احمد ناجي. ايوه تمام. مش عايز اغفل حقي. لما الشناوي مشي وكان احمد عادل عبد المنعم موجود، راح الجيش سنه، الشناوي حي يرزق. كنت مع يعني ضيف مع كابتن شوبير في احد البرامج، قلت لهم ده هيبقى احسن جون في مصر. الشناوي حي يرزق ويسال على هذا الكلام، واتصل بيا وهناني وشكرني على الكلام دون. بس فعلا الولد من يومه امكانياته كويسه جدا. الاهم انه بيشتغل على النواقص. ايوه، بمعنى كان ينقصه مثلا دراعاته، اشتغل عليها كويس جدا. كان ينقصه القرار بتاعه، ابتدى يهدي نفسه في القرار شويه. قراره كان دايما متسرع. كان ينقصه الثبات الانفعالي، بقى عنده ثبات انفعالي قوي جدا. فالشناوي كل شويه لما بيظهر له حاجه بيزودها، بيشتغل عليها عشان يزودها، فيطلع في المجمل حاجه جميله. لا، والجميل كمان في الشناوي يا كابتن احمد، يعني وده انا نفسي الحقيقه تكون رساله بالذات للاعيبه النادي الاهلي اللي اتربت جوه النادي الاهلي، يعني ولاد النادي زي ما بنقول كده، لانه النادي الاهلي نادي بطولات، ومطلوب منه اللعيبه اللي تكون موجوده عنده تكون في التوب فورم. فاوقات كتير جدا ده بيجي على حساب مواهب حقيقيه طالعه من قطاع الناشئين في النادي. الاهم انه ما علقش الشماعه، او ما قالش انا خرجت بره الاهلي فاصيب بالاحباط، او قال ده
فاهم قصدي ايه؟ فاهم كويس جدا جدا. لا كان عنده اصرار انه يكمل ويشتغل. انا واحد منهم، انت بتكلم واحد منهم يعني. بس هو بس هو اشتغل على نفسه في سن اقصر مني شويه ومشي بدري شويه، فلحق يرجع وتفوق على نفسه. عشان بس ابقى واضح وصريح، الشناوي تفوق على نفسه وتفوق على مدربيه وتفوق على زمايله، ودي حاجه ايجابيه جدا. نتمنى ان ربنا يستر وما احسدوش، نتمنى ان ربنا يكرمه ان شاء الله ويكمل على هذا الثبات ان شاء الله. لو كمل على هذا الثبات لسه قدامه اربع سنين في التوب فورم. طب بما ان احنا اتكلمنا على الشناوي لازم نتكلم علي لطفي اللي خد برده يمكن اخر ماتشين ثلاثه وظهر في المشهد. طمنك، حاسس انه علي لطفي علي جاهز في اي لحظه؟ علي جاهز. لو ما كانش خد الماتش ده كنت هزعل قوي. انا كنت ناديت من بعد ما حسمنا الدوري ان علي يلعب الماتشات كلها. مظبوط، تمام. ولكن عشان الشناوي كان عايز يعمل رقم شخصي ليه كاكثر حارس كلين شيت لعب، انا كنت اتمنى ان علي يلعب عشان الثقه. اول كره في مباريات طلع الجيش كانت كورنر طلعها العربي بدر من على الخط اللي اتعملت، وعلي طلع خد قرارات واتلعبت من فوقيه وطلعها عربي بدر من على المرمى. يبين لك قد ايه ان الثقه هربانه من علي. انما هو كحارس لما لعب 10 دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، شفت بقى راح مطلع انفراد والتاني وشوطه يعني. لما دخل في الجيم ظهرت إمكانياته. انما في الاول عشان هو قاعد بقاله فتره كبيره. القعده بتاثر يا كابتن طبعا أحمد. بتخلي الثقه مش موجوده معاك. عدم اللعب بيخلي الثقه مش موجوده وبيخليك مش قادر. عارف اللي هو ايه؟ حارس بيبقى اول كورتين كده خايف مرعوب، يا رب ما تخش جون اول كورتين. بعد كده اما بياخد الثقه خلاص هو بيرجع لطبيعته. وحش. بيرجع لطبيعته. الناس بتنادي ان احنا نجيب حارس من اي حته. طب انت لو دورت في مصر كلها هتلاقي حارس زي علي لطفي؟ اشك. انت تجاوب يا كابتن. اشك. لا. امكانيات علي لطفي في سنه لا، علي لطفي موجود، بس هو المشكله انه ما بيلعبش. فاحنا مش عايزين نظلمه ونتجنى عليه. طيب بالاضافه لعلي، في وشوش كتيره جدا جت ظهرت في ماتش الطلائع، في يعني واحنا بنختم بنحتفل بالدرع الدوري، من كانت غايبه بقى لها فتره، سواء من ناشئين تصعدوا للمشاركه مع الفريق او كانت من اللعيبه الموجوده في ستيم بس كانت غايبه عن المشاركه في البطوله بشكل كبير. مين لفت نظرك؟ مين كنت فرحان انك شايفه في الملعب؟ الاول عشان ما اظلمش اوفا، مصطفى شوبير. عايز تتكلم على شوبير؟ ارفعه. شوبير الناس مش قلقانه منه ومش خايفه منه في الوقت الحالي. طيب يعني انا بس اقول للناس يعني الولد لسه صغير. ايوه برضه. ارفعوا ايديكم عن مصطفى. ما تقارنوش مصطفى بوالده. ارفعوا ايديكم عن مصطفى. مصطفى حارس جامد جدا. هتحصل كده كده يا كابتن. لا مش هتحصل. عارف مش هتحصل ليه؟ طول ما مصطفى واقف على رجليه مش هتحصل. مصطفى عشان نقارنه بكابتن شوبير يبقى لازم مصطفى يوصل 35 36 سنه عشان نقارنه بكابتن شوبير، يلعب نفس الفتره اللي لعبها كابتن شوبير عشان اقدر اقارنه بيه. انا دلوقتي لو كنت بقارن محمد الشناوي بعصام الحضري بس ثواني بس انا ممكن اقارن الشناوي بالحضري، مفيش مشكله طبعا دلوقتي بعد ايه؟ بعد اربع سنين لعب. ايوه. انما اول ماتشين ثلاثه للشناوي ما اقدرش اقارنه بالحضري. لما الشناوي كان قاعد احتياطي لشريف اكرامي ما كنتش اقدر اقارن الشناوي بالحضري لانه ما لعبش نفس فترته. هو ده اللي انا عايز اقوله. ارفعوا ايديكم على مصطفى، شيلوا الضغوط، الولد جون كويس جدا جدا، مبشر جدا جدا، نتمنى له التوفيق بس اهدوا عليه. تمام. ماشي. طيب ده بالنسبه لحراسه المرمى، نيجي للعيبه اللي ظهرت في الماتش. اعتقد ان معظم اللعيبه اللي ابتدت المباراه كانت حاسه بمسؤوليه المباراه وكانت يعني مش هنسميهم لعيبه احتياطيه ولكن هي لعيبه ما بتشاركش بصفه اساسيه، تمام؟ اهميه المباراه بالنسبه لهم. في منهم لعيبه كانت مفاتيح فوز للنادي الاهلي أكيد. طول الموسم. مباريات كتير ماشي. مش معترض بس انا بقول لك ان ايه، واحد زي محمود وحيد اللي كل ما يتحط في ضغط يرجع يثبت للناس انه لعيب كويس جدا. طبعا كابتن وليد سليمان مفيش غبار عليه. طبعا. يعني مثلا العربي، انا احب اشكر العربي بدر جدا جدا. الولد اصلا بيلعب ديفندر. ايوه. فانت لما تجيب ديفندر تلعبه رايت باك. ايوه باك يمين. بتفرق جدا يعني. امكانياتك هنا مش زي امكانياتك هنا طبعا. واللعب على الخط غير لما تلعب في نص الملعب. طبعا. فعملها بشكل جيد جدا جدا. لو كنا بنفكر نجيب رايت باك لا احنا ممكن نتراجع شويه ويبقى الاولويه. شايف العربي ممكن يعملها كويس جدا جدا. ممكن بس ايه يتحسن في الناحيه الهجوميه، انما دفاعيا 10 على 10 تغطيه عكسيه. غلط في واحده بس لاحمد فتحي قال له انت بعتنا فيها اللي هي دخل لجوه عشان يلعب بدماغه واتعملت في ظهره. دي الوحيده اللي اتغلط فيها في المباراه. لسه الخبره برده يا كابتن احمد. طبعًا. مش مكانه ارجع اقول لك مش مكانه. صحيح. وفخري لعب في مكان مش بس مكانه بس هرجع بقى اقول لك فخري لعيب
عالي كده، عيرتي عارف اللي هو ايه، فكرني بكابتن علاء ميهوب، كورته كورته كده يعني، عارف الكوره الممتعه السهله. فخري مش مكانه هنا، فخري يلعب قدام طيب. وبمناسبه انك شبهت فخري بعلاء ميهوب، علاء ميهوب كابتن علاء ميهوب هو اكتر حد او اول حد اتكلم على موهبه فخري لا لا ما شاء الله ما شاء الله، وهو يمكن كان معانا وقال لنا الموضوع ده. والله ما اعرف، سبحان الله دي من عند ربنا. بس انا فعلا الولد لعيب كوره هايل، عايز يزيد في ايه، في حته الدفاعيه بيعملها كويس، بس مش زي مثلا لما تجيب العربي لو حطيته ديفندر هتلاقي العربي بيقطع كتير جدا، فخري مش هيقطع كتير، فخري هيقطع قليل، بس لما يسلم باص من رجليه هتلاقي الباص زي ما انت عايز تقول. طيب خليني بقى اتكلم بعيدا عن الكوره، لان الحاجه الماتش ده كان فيه اكتر من لقطه تستحق ان احنا نقف عندها بالتفصيل، بس خلينا نروح لفاصل ونروح نشوف مع بعض كده ومع كل جماهير النادي الاهلي اللي بتتابعنا تقرير من جمهور النادي الاهلي لما حبوا يوجهوا رساله لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قبل الماتش المهم ومع ماتش الفاينل طبعا بتاع افريقيا، قالوا ايه. نشوف التقرير وفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اللهم ان شاء الله الدوري اهلاوي انتوا قدها رجاله، وان شاء الله انتوا قدها تسعه يا اهلي، وكل الدعم المؤمن زكريا ربنا يشفيه. احنا ان شاء الله معاكم في ظهركم باذن الله، ربنا يوفقهم واحنا واثقين فيهم، وان شاء الله يشرفونا في كاس افريقيا ان شاء الله، وربنا يحفظهم من الاصابات، ادي اهم حاجه اللي احنا محتاجين جهد كل لاعب، تركيزه النفسي والبدني والمعنوي. شد حيلكم وعايزين نتيجه كويسه ترضي جماهير النادي الاهلي وعشاقه في جميع انحاء العالم مش الوطن العربي بس. يعني ان شاء الله باذن الله ياخدوا بالهم من الاجراءات الاحترازيه اهم حاجه. واثقين فيكم جدا وان انتوا قد الثقه ان شاء الله، وحتى هتثبتوا ده في الملعب، وزي ما اخذنا الدوري اكيد ان شاء الله هناخد النهائي ان شاء الله. ركزوا انتوا رجاله وربنا معاكم، خلوا كل التشتيت والكلام ده على جنب، وخلوا البطوله قدامكم، واثقين فيهم ان شاء الله، وهيجيبوا لنا الفوز زي ما بسطونا في الدوري باذن الله، واحنا منتظرين ان شاء الله هياخدوا البطوله بجداره. انا عايزهم زي ما هم جامدين، وعايزهم ان شاء الله ناخد زي ما احنا خدنا الدوري ده ناخد افريقيا. هقول لهم خليكم رجاله زي ما انتم على طول، وربنا معاكم. انتوا رجاله واحنا واثقين فيكم جدا، ان شاء الله زي ما خدنا الدوري هناخد بطوله افريقيا. ربنا يكرم ويوفقهم ان شاء الله رب العالمين، يبقى دي التاسعه وياخدوا البطوله. هقول ان احنا نادي قوي، واحنا نادي القرن، واحنا قدها، ومبروك علينا الدوري، وان شاء الله هناخد بطوله افريقيا. افريقيا اهلي. يتضرب بيهم المثل، يعني حدوته تستاهل ان احنا نحفظها ونتعلمها ونحكيها للي جاي من بعدنا، عشان تفهم يعني ايه ترتبط بكيان كبير جدا زي النادي الاهلي، ويعني ايه تخرج من الباب الكبير، لان في فرق كبير جدا انك تخرج من الباب الكبير او انك انت تخرج من الباب الصغير. كابتن احمد فتحي وكابتن مؤمن زكريا، اتنين من النجوم اللي بعتقد ان هم، وان كنا نتمنى ان شاء الله نشوف مؤمن مره تانية في الملاعب، لكن الحقيقه الناس دي ما بقتش موجوده على قوه النادي الاهلي، ورغم كده ما زالت بتتمتع بحب كبير جدا 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 لدى جماهير النادي الاهلي. لقطتين يستحقوا ان احنا نقف عندهم في ماتش الطلائع يا كابتن احمد. اكيد. لقطه خروج فتحي من الملعب بعد مشوار طويل وناجح ورائع، قول زي ما انت تقول، من لعيب الحقيقه كان شديد الاخلاص للفانيله الحمراء اللي ارتداها اعتقد على مدار 12 موسم. ومؤمن زكريا ايضا لقطه تستحق ان احنا نقف عندها، عرفان وانتماء ورد جميل لواحد من نجوم النادي الاهلي بيحمل اسمه مؤمن زكريا. نبتدي بمؤمن طبعا، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب يا رب، ويرجع بالسلامه ان شاء الله. مؤمن لسه ما خرجش من الباب الصغير ولا الباب الكبير، لا ان شاء الله ان شاء الله، بس انا اقصد ان هو بعيد جوه الأوضة. بعيد عن الكوره في الفتره الاخيره، لا موجود جوه الاوضه، لا ما تقلقش. ايوه ان شاء الله باذن الله، نتمنى ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي طول عمره طول عمره الوفاء من اهم ميزاته، كون وجود مؤمن في حفل الافتتاح هو اللي سلم الدرع، يشكر عليها اللجنه الخماسيه ويشكر عليها النادي الاهلي طبعا. مؤمن واحد من المفروض يكتب اسمهم في السكواد ده يعني على عبر التاريخ، لانه لو سليم كان هيبقى موجود طبعا، فبعد حتى ما يموت هيبقى مؤمن اكيد ان شاء الله هيبقى أكيد. مذكور في الاسماء ما بتروحش طبعا، دي بصمه واتخلدت في التاريخ خلاص. مؤمن لعيب كبير جدا جدا جدا، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا للنادي الاهلي، احترام النادي الاهلي ووفاء النادي الاهلي يتشال فوق الراس طبعا. ادي نمره واحد. نمره اثنين احمد فتحي،
لعيب ما قصرش مع النادي الاهلي، مفيش مباراه احتجتوا فيها باك ليفت باك رايت ديفندر بتلعبوا تحت راس حلقه نص ملعب ارتكاز، لو رديتوا جوانتي وقفت جون هيبقى يلعب وهيبقى كويس. عمره ما قال لمدرب انا العب هنا او ما العبش هنا، بيلعب في اي حته، بيموت نفسه، بيقاتل لاخر دقيقه، بيحط دماغه في رجل اي حد. روح قلب روح غير طبيعيه، روح لو يعني مثال ونموذج للعيب اللي عنده روح ومقاتل لاقصى درجه، حاله الاصرار اللي بتبتدي من اول لحظه لاخر لحظه، ما تحسش ان في ديفيشن، ما تحسش في بالظبط، مفيش اختلاف، مفيش اختلاف، مفيش يعني هي نفس الايقاع، هو نفس الاصرار طول الوقت. فهو فتحي يتشال على الراس، اختياره الاخير لتامين مستقبله على عينه على راسنا، وده الطبيعي، ده الاعتراف طبعا. من حقه يختار اللي هو عايزه، ممكن يكون الجماهير زعلت منه بفتره حقها، بس الجماهير لما زعلت ولقيته بيموت نفسه كلهم شالوا على الراس. ايوه، لان اللي بيموت نفسه عشان النادي الاهلي، لا في فرق كمان يا كابتن احمد، انك تخرج بعد مشوار اديت فيه وسبت بصمه والناس فاكره لك حاجات كتيره جدا، وخارج وانت مش ضد، وخارج وانت مش متصادم مع النادي الاهلي ككيان او النادي الاهلي كجمهور، وانك انت تدخل في حاله عداوه معلنه. انا نفصل بين الاثنين تماما، نفصل جامد جدا. والاهم من ده انه ما بيتكلمش، ما بيتكلمش اعلاميا، ما بيتكلمش على السوشيال ميديا، ما بيتكلمش، فبيغلط نفسه. أيوة. يعني زي مثلا حسام، زي رمضان، زي مثلا شريف، يعني بيغلطوا نفسهم بعد ما مشوا من النادي الاهلي. ما كانش ليها لازمه الكلمتين اللي هم بيطلعوا يقولوه. احمد فتحي متعلم الدرس ده كويس، ما بيتكلمش، قافل بقه، بيشتغل في الملعب بس، عشان كده الناس شايلاه على الراس. ضايقتك لقطه فضل وكهربا؟ على الرغم من الموضوع طبعًا. يعني طبعا الموضوع اتلم يعني طبعا انتهى الـ 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 وده اللي كنا اتمناه من اللحظه الاولى على فكره، يعني احنا ما كناش الموضوع اللقطه تضايق اي حد. اللقطه تضايق اي حد. انت لعبت مع فضل يا كابتن احمد صح؟ كتير لعبت مع فضل كتير جدا. فضل كان المفترض لما عارف كانت تخلص امتى؟ لما كهربا راح ما سلمش عليه، ايه يا كهربا انت مش هتسلم عليا؟ كان كهربا مد ايده وباسه وعمل كل حاجه وشاله على الراس وكل حاجه، انما لما تتساوى الايدي يعني اما ترفع الايدي تتساوى الرؤوس. ايوه خلاص، طالما انت حوشتني انا هحوشك، ما انت زي صحيح. فالقصه كلها خدت اكبر من حجمها طبعا. ارجع واكد، اكبر من حجمها. فضل اخطا، كهربا اخطا، خلص الكلام، وخلصت الليله ومش عايزين نتكلم عليها بقى خلاص. طبعًا. الموضوع طبعًا. انتهى. فضل ابننا مهما كان، كهربا واحد مننا، ان شاء الله يكسبنا البطوله اللي جايه. ايوه، فمش عايزين نخوض في الكلام ده على الفاضي. خلاص انتهى الموقف، خلص وحصل، ومش عايزين نتكلم فيه تاني. انما بقى انا شايف ان مثلا واحد زي كابتن احمد حسن النهارده طالع يقول انا يعني اللعيبه الفقراء هي اللي بتتعاقب، واللعيبه اللي معاها انديه قويه ما بتتعاقبش. حضرت الحلقه من اولها كابتن احمد؟ انا ما حضرتش الحلقه، بس يعني انا بقول لحضرتك اللي انا سمعته. ايوه يعني لا، انا بكلم على الحلقه السادسه من اولها. احنا كنا بنتكلم في نفس النقطه دي، لانه كانت علامه استفهام كبيره جدا بالنسبه لي انها تخرج من كابتن احمد حسن بالظبط. يعني كنت اتوقعها. في ناس دايما انت عارف حضرتك تحب ايه؟ تصطاد في الملعب. قول وانا معاك. يعني في ناس تحب تركب الترند او تحب تحشر نفسها في مواضيع من النوع ده، بحيث انه ناس تتكلم عليها او الصحافه تروح لها والاعلام يعملوا لهم مداخلات. الكلام ده كله قلت ما اعتقدش انه كابتن احمد حسن يعني خانته الموضوعيه في النقطه دي. ما كنتش متوقع من حد بتاريخ احمد حسن انه يعمل ده، لانه تصرف بالنسبه لي مش مفهوم، او يعني تعليق مش مفهوم. في الاول وفي الاخر هو يعني نقطة مهمة جدا، أي لعيب في الدنيا بيغلط بيتعاقب بيبقى في الملعب أو داخل الملعب، إنما المرة دي اللعيب ما غلطش. يعني كابتن أحمد حسن عشان تتكلم على الموضوع ده، اللي غلطان المسؤول من اتحاد الكورة. أيوه. فأنت ما ينفعش المسؤول من اتحاد الكورة يعتذر للاعب في أي لاعب، تمام؟ فالعملية مشيت ودي وخلصت. ايوه، انما انت تيجي بقى عشان تقول اللعيبه الفقراء والغلابه بيتعاقبوا واللعيبه اللي ليها ظهر ما بتتعاقبش، ازاي ده كان كهربا ذات نفسه واخد سنه وتخففت ل 10 ماتشات. صحيح. وليد كان واخد 10 ماتشات وتخففت مش عارف كام ماتش. يعني احنا تعاقبنا وتعاقبنا بزياده وجيتوا علينا بزياده. اتحاد الكوره ده جه على النادي الاهلي بزياده، ولكن النادي الاهلي عشان نادي محترم بيلتزم بكل شيء ايجابي التزم، وكنا عايزين نمشي القصه، بس لما الموضوع كبر لا انت تاخد حقك وناخد حقي. فالمفترض ان واحد بعقليه كابتن احمد حسن يا اما كان تغاضى عن الموضوع
يا اما كان خلاص الدنيا هديت زي ما انا قلت عايزين نقفل الموضوع والنادي الاهلي يفكر في بطوله افريقيا. يعني كان في موضوعات كتيره جدا تستحق اهتمام احمد حسن في التوقيت ده. بالظبط انا شايف كده. ومنتخب مصر عنده ماتشات مهمه وكهربا مش موجود مع منتخب مصر في الوقت اللي الراجل الحقيقه بيبذل مجهود ومقدم يعني ماتش الطلائع مقدم مستوى اكتر من رائع يعني واعتقد كان ممكن جدا. معلش انا بقول بكلم بمنتهى الصراحه ومفيش حسابات لما بتكلم على الاهلي او على منتخب مصر بتهيالي هنا تنتفي تماما فكره الوجهات النظر الشخصيه والاهواء الشخصيه والحسابات الثانيه. انا بتكلم على مصلحه منتخب مصر انه لعيب زي كهربا كان هيبقى مفيد مع كامل الاحترام والتقدير اكتر من لعيبه كتيره جدا اكتر من رمضان اللي بقى له سنه ما لعبش اكتر من رمضان بقى له سنه ما لعبش بالظبط او مش سنه عن نص شهور او سبع شهور ما لعبش. فيعني كهربا دلوقتي مستر موسيماني لعبه سترايكر اجاد لعبه طرف يمين اجاد لعبه طرف شمال اجاد ورجله في الملعب وعايزين نفوقه وهو اصلا فايق ولعيب كويس ويكسب منتخب مصر. طب ليه استبعده عشان ايه وهو ما غلطش استبعده ليه؟ وفي ناس بس برضه عشان ناكد الفكره يعني هو كان كهربا انضم عشان نستبعده كهربا تلقى اتصال وتم ابلاغه انك انت موجود معانا في منتخب مصر والفتره اللي جايه مطلوب منك التركيز وعندنا اكتر من ماتش مهم وانت معانا وبعد كده طبعا بعد الاشكاليه اللي حصلت عموما يعني في يعني اي حاجه اخلاقيه ما بتخسرش كتير. أيوه. هم لو مستبعدين ومن بقصه اخلاقيه يبقى هم اللي غلطانين. طيب. مش احنا عشان عندنا وقتنا ضيق مهم جدا بكره عندنا المنافس بتاعنا في يعني اللي هيواجهنا في النهائي هيلعب يعني كان زمالك كان رجا هنتفرج على الاثنين بكره هتشوف ماتش بكره ازاي وانت شخصيا تركز على ايه انا عن نفسي أو هتقرا الفرقتين ازاي انا عن نفسي يمكن هركز مع الرجاء اكتر من الزمالك ونقطه مهمه جدا الرجاء بعد رجوع 8 لعيبه اساسيين النهارده المسحه بتاعتهم خلاص الرجاء مفيش لعيبه ايجابيه كله انت عندك 8 لعيبه يمثلوا قوام كبير جدا في الفرقه فالفرقه اللي الزمالك قابلها في مراكش مش هي الفرقه اللي هيقابلها النهارده هيقابلها بكره. عشان كده الفرقه بتاعت الرجاء انا بقول من وجهه نظري الماتش بكره هيبقى سجال وسجال يعني قوي متوقع مواجهه اصعب من كازابلانكا 100 مره 100 مره يعني الزمالك هيبقى بكره لو نزل انه بيلعب على تعادل او بيلعب ان هو يعني عشان كسبان هناك فيعدي لا هيخسر انما الزمالك لو نزل يهاجم او يقف كويس جدا ويدافع ويلعب مرتدات لان فرقه الرجاء هتلعب جيم مفتوح لانها لازم تسجل طبعا اعتقد ان المباراه بكره هتبقى هما الفرقتين بكره مبتدئين كل فرقه عايزه تسجل يعني لا. الزمالك لو سجل بس الزمالك مش بنفس القوه مش بنفس الاهميه بتاعه ان الرجاء عايز يسجل عشان كده المباراه هتبقى قويه جدا لازم مستر موسيماني انا عايز يعرف طبعا لو يعرف يروح الاستاد عشان يشوف التحركات بس موسيماني احتمال كبير يبقى في جنوب افريقيا بس بالتاكيد هيتابع يعني المباراه انا كنت اتمنى ان واحد من الجهاز الفني يكون موجود في الملعب عشان يشوف تحركات الفرقه كلها كامله خاصه فرقه الرجاء انما لو الزمالك صعد احنا حافظينه وهو حافظنا فاحنا عارفين انت بكره تتفرج على الرجاء عشان بالظبط تذاكر الفرقه بشكل انما الزمالك احنا كده مذاكرينه وعارفينه الزمالك صعد للنهائي اهلا وسهلا الرجاء صعد للنهائي اهلا وسهلا ان شاء الله الاهلي هيكسب اي فرقه طيب خليني اكلمك بقى على الفتره دي احنا كنا نتمنى وجماهير نادي الاهلي كلها كانت تتمنى انه النهائي يبقى يوم 6 فرقتنا في حاله كانت اكتر من رائعه مفنشه سيزون على اعلى مستوى مقدمين كره مع موسيماني وبالمناسبه موسيماني حط بصمته تريك تراك يعني راجل ما خدش وقت راجل ماتشات دوري او حتى ذهاب وعوده مع الوداد عامل كره اكتر من رائعه بالزبط. أنا معاك. فبالتالي انت كنت في فورمه منتشي. تسمح لك تخش فاينل وانت في اعلى معنوياتك في السماء فتره التوقف او فتره بقى التاجيل اللي هي لغايه 27 دي ازاي تشوف الشكل الامثل للاستفاده بيها يعني من وجهه نظرك اولا انت عندك 6 لعيبه وثلاثه محترفين ادي 9 لعيبه مش موجودين معاك منتخبات تمام منتخبات فانت بتتكلم في 20 لعيبه او 21 22 لعيب تقريبا باللعيبه المتصاعده من تحت بعد الخمس ايام دول هم كانوا 4 ايام اجازه اداهم يوم كمان بقى طيب خمس يومين أيام كمان او يومين كمان بقى 6 ايام هتبتدي تعمل فتره اعداد مصغره 12 13 يوم دي هتخللها ماتشين وديين دي وجهه نظري هتلعب ماتشات وديين اعتقد ما تخافش من الاصابات ما تخافش من ما انا لو خفت من الاصابات احنا شايلين هم اللعيبه اللي راح المنتخبات معاك والله بس يعني لياقه المباريات مهمه جدا لازم لازم لعيب يلعب 90 دقيقه عشان لياقه الكوره ما تبعدش عنه لازم التيم كله كتيم يلعب 90 دقيقه مع بعض مع فرق تانية فانت زي ما كنت بتحضر نفسك بالدوري الافريقي لازم تعمل ماتشات وديه كنا نتمنى ان الدوري يبقى لسه مكمل والله عن نفسي ليه
كان هيأهلني ان انا العب في افريقيا لان انا كنت ماشي بطريقه كويسه جدا، منتشي نفسيا وذهنيا، حاضر وحاضر بقوه، فنيا حاضر بقوه، بدنيا حاضر بقوه. اذا كنت على مستوى كنت جاهز للنهائي. اتاجل يبقى خلاص انا هبتدي من الصفر، ودي نقطه سلبيه جدا. ان انا اخذت 6 ايام اجازه هتنزل حوالي 35-40% من الناحيه البدنيه، فلما اجي ابتدي مش هبتدي من فتره الاعداد مش هبتديها من صفر، لا ده انا هبتديها من 40-50% عشان الحق. لازم ماتشين او انا اعتقد ان الراجل ده هيلعب 3 ماتشات مش هيلحق. كابتن احمد ده الماتش 27 اللعيبه هترجع من ماتش توجو. لا ما انا مش هلعب غير ماتش واحد باللعيبه الدوليه. هتلعب ماتش واحد بس باللعيبه الدوليه، اللي هو يعني مثلا لكن اللعيبه هترجع 19 اللعيبه هترجع 19 يعمل ماتش ودي يوم 21 تمام قبل الماتش بست ايام. ده وجهه نظري. تمام. في خلال ده اللعيبه المنتخب يلعبوا مع المنتخبات. ايوه. فهيبقوا لياقه المباريات موجوده. أيوه. انما اللي مش موجودين لازم يلعبوا ماتشين وديين، لازم يلعبوا ماتشين وديين هنا عشان تقدر ترجع لمستواك الطبيعي. كل التوفيق. يا رب. ونتقابل يا رب. قريب ان شاء الله نحتفل مع جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. يعني البطوله دي بشوفها استثنائيه جدا، واعتقد يمكن طول السبع سنين اللي فاتت ما كناش قريبين بالشكل ده. حتى النهائي اللي وصلنا له ما كانش الاهلي بنفس المستوى من القوه والتركيز والجاهزيه في التاسعه ان شاء الله باذن الله. الثالثه تبت ان شاء الله. الثالثه تبت مش هقول التاسعه، التاسعه دي مش حاجه. المهم هي الثالثه تبت، احنا ثالث مره نوصل النهائي وما خدناهوش المرتين اللي فاتوا، ان شاء الله ناخده ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا كالعاده وامتعتنا ان شاء الله باذن الله. نتقابل قريب ونحتفل مع بعض بالتتويج ان شاء الله باذن الله. بشكر حضراتكم ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله حلقه جديده والسادسه. تحياتي لحضراتكم.